أوريا الثرى ظهر اليوم بمدينة أيت يحيى بولاية تيزي وزو الجزائرية جثمان الملاكم الراحل لصيف حماني وسط أجواء مليئة بالحزن على فراق وتوديع البطل الذي خلد اسمه في تاريخ الملاكمة الجزائرية الإفريقية وحتى العالمية. حماني على الشفاه أبجدية الملاكمة الجزائرية وسفير استقى النبالة من فنه، حمل علم وطنه وكان عنه مدافعا شرسا، ذات العلم يغطيه اليوم بحفاوة وهو يعود موشحا محمولا على الأكتاف. لوسيف رحل. خسرنا بطلا وخسرت أبي، إنه نصفي. الحمد لله أحضرناه إلى أرض الوطن. أشكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قدم تعازيه لكل عائلة حماني. كل الأوجه استحيت أمام تركة البطل، فرحيل قائد المسار رياضيا وممثل الجزائر دبلوماسيا موجع. نقدم التعازي لكل العائلة ونعزيو أنفسنا أيضا كجزائريين وكأسرة رياضية. موعد تشييع الجثمان بمسقط رأسه بمدينة آيت يحيى بولاية تيزي وزو. المكان لا يكاد يسع جميع الحاضرين بين الافتخار بما تركه قفاز حماني والحزن على فراق لصيف. امتزجت مشاعر المودعين بين الحضور. الرافض عرض فرنسا بحمل جنسيتها، حمل ألوان الشهداء قبل وبعد النزال، واليوم يغادرنا مغادرة الأبطال.